السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير جميعا. إن شاء الله هنعمل كافي بريف. الكافي بريف بتتكون من الإسبريسو العادية، وبنضيف عليها قد كمية الإسبريسو، عبارة عن خليط من رغوة الحليب اللي احنا كنا عاملينها وحطينا في الفريزر، طبعا زي ما قلنا هي لزجة ما بتتجمدش في الفريزر، والنص التاني منها الحليب، اي نوع لبن، كامل الدسم خالي الدسم زي ما حضراتكم تحب. هنبدأ نجهزهم مع بعض. اول حاجة هنعمل الاسبريسو، ده الفنجان اللي هنشرب فيه مقدار المية، هنحطه في الجزء الاسفل من الكنكة، وهنحط زي ما قلنا المصفى والبن بتاعنا، الجزء هنركبه. طب اللي ما عندوش الكنكة دي ممكن يعمل اسبريسو ازاي؟ ممكن يغليه عادي جدا في كنكة القهوة التركي العادية. كده هنكون جهزنا القهوة بتاعتنا، وهنجيب رغوة الحليب، المعلقة دي صغيرة، هنحط 2 منها بمقدار معلقة صغيرة، دي مقاس اصغر من الصغيرة، وهنحط جزء من اللبن زي ما حضراتكم شايفين، وهنسخن اللبن مع رغوة الحليب. وممكن لو عايزين نضربها بمضرب نسكافيه نعمل رغوة كبيرة، ممكن عايزين نعملها كده زي ما هي هنعملها. هنحط الاسبريسو بتاعتنا على النار تستوي، نرجع نشوف الكافي بريك. القهوة بتاعتنا بدأت تستوي خلاص، الاسبريسو بتاعتنا جاهزة. كده مكونات الكافي بريف جاهزة كلها، الاسبريسو بتاعتنا استوت، والجزء ده عبارة عن حليب مسخن بالبخار او مسخن على النار، ونص الكمية بتاعته رغوة الحليب اللي احنا عاملينها وشايلينها في الفريزر. نحط الاول الاسبريسو في الفنجان اللي هنشرب فيه، وبعدين نحط رغوة الحليب مع اللبن المسخن. طبعا دي هتبقى مسكرة جدا نظرا لرغوة الحليب. بكده نكون خلصنا الكافي بريف. صحة وهنا، وشكرا لحسن متابعة حضرتك.